السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الديكور والتدبير المنزلي مع أمل. اليوم بغيت نحضر معكم وجبة صيفية خفيفة مكونة من ديك رومي بصلصة الفطر أو الشامبينيو مرفوق بخضر. إذا تابعوا معايا الوصفة ونتمنى تنول رضاكم. بالنسبة لوصفة الديك الرومي ولا حتى صدور الدجاج يمكننا نحضرهم بنفس الطريقة. غير خصنا الصدر ديال الديك الرومي ولا ديال الدجاج. باش نحضروه هنحضروه غير بالثوم والبزار والملح وصلصة الشامبينيون. غير خصنا لي شامبينيون او الفطر، غير خصنا البصل، غير خصنا الملح والبزار، خصنا الزيت، الثوم، خصنا معدنوس، ملعقتين من الدقيق، عندنا كأس حليب وقطعة جبن الفرماج هاد المثلث. هادو يمكن نعوضوهم بكريمة الطبخ. اللي ما عندوش كريمة الطبخ إما يدير الحليب وحده أو يدير الحليب مع الفرماج. اذا غنشوفوا الوصفه مع بعضياتنا. اول شيء غادي نتبلوا هاد صدور الدجاج. ناخذ البزار قليل من الملح ثوم وغنتبلو خلط بيديا. وغنضيف قليل من الزيت. خدينا مقلاة وضعناها فوق النار حتى سخنات. الا كانت الطفال ما تخليوهاش تسخن، لان الطفال ما مزيانش تسخنوها عطيبو فيها. اذا هذه تاع الجرانيت ماشي مشكل. اذا غادي بعد ما سخنات غنوضع فيها شرائح الديك الرومي. اذا هاد شرائح الديك الرومي ديما جرحوهم بالموس باش يطيبوا دغيا. بعد ما طاب هاد الشرائح ديك الرومي غنحيدوهم طفيطرة طفيط على العافية. هنا كنلاحظوا بأن العصارة ديال هاد الحمرة باقا هنا، إذا هي اللي غادي نستعملها باش نصوب صلصة الشامبينيون. غنشعل دابا، دابا ندير النار شوية هادية، غنضيف شوية الزيت. هنا كتلاحظوا بان كيتغير اللون ديالو لان كياخذ العصاره ديال شرائح اللحم اللي كان هنا. ده هاد الصلصه تقدر ديرها مع ستيك ديال اللحم. نضيف الثوم وغنضيف الشامبينيون. اما تاخذوه طازج او معلب او مجمد، من الافضل يكون طازج. دابا غنضيف الملحه والبزار، بزار الملح ما تكثروش لان الفرماج فيه ملحه. من بعد ما دبال هذا الشيء غنضيف الحليب، رانا دايره عافيه مهيله قلت، وغنضيف قطعه الجبن نحاول نخلطها معاه.
كاين اللي كيدير مرق الدجاج ولا مرق اللحم، انا بداك المكعبات مابقاش كنديرهم، يكفي هاد العصارة ديال اللحم اللي عندكم في المقلة راها كافية باش تعطي اللذة. ودابا نضيفو الدقيق، بعد ما الدقيق غير باش يخطر لينا الصلصة، غنبدا بملعقة واحدة تنشوف واش كافية ولا لا. كافي يجبانيش، ما جانيش عاقد مزيان غنضيف، او الا كثرتو وجاكم عاقد بزاف تقدروا تعاودوا تزيدوا الماء. لاحظتوا بان غير معلقه واحده راه كفاتني. نخليو الدقيق يطيب، دائما راه العافيه مهيله. في الاخير غنزيدو المعدنوس ونخليوها تغلى شويه ونطفيها. بالنسبه للوبيا مشرمله خصنا لوبيا مسلوقه، خصنا جوج دروس الثوم، معلقه المعدنوس، الملحه حسب الذوق، فلفل اسود او ابزار، وزيت الزيتون اللي ما بغاش يستعمل زيت الزيتون يستعمل زيت المائده. نوضعوا المقله فوق النار، ندير وجد جوج ملاعق ديال زيت الزيتون على حسب كميه اللوبيا اللي درتو. غنضيف الثوم، ملح، بزار، عدنوس، نخلط ونضيف دابا اللوبيا. ونشحرها مزيان فوق النار، إذا هاهي تشحرت الآن، النار تكون شويه مجهدة باش تسوطر مزيان، صافي ونطفي عليها، هاهي واجدة. بالنسبة للقرعة مشرملة غتخصني القرعة تكون نفتية مسلوقة نص سلقة، عندي زيت الزيتون او زيت المائده اللي ما كيبغيش زيت الزيتون، عندنا الثوم، المعدنوس، الكركم او الخرقوم بلدي، الزعتر، البزار والملح. اذا نشوفوا كيفاش غنشرملوها. اذا غناخذ العصير نفس الشيء، غناخذ شويه زيت الزيتون، ثوم، شوية الزعتر، بزار، وشوية خرقوم. وغنضيف القرع، ثم غنضيف المعدنوس. هنا يمكن نضيفوا ايضا شويه ديال عصير الحامض، ما قلتوش غنضيف شويه عصير الحامض كيعطي نكهه احسن. جوج معلقه صغيره، او اللي ما عندوش عصير حامض ندير شويه الخل. بالنسبه للبطاطس مشرمله خاصنا بطاطا او بطاطس اللي غادي نسلقوها بجلدتها ونقشروها. هنا عندي البطاطا شويه كبيره قطعتها، ولكن من الافضل الا كانت ديك البطاطا الصغيره كتكون احسن.
غير خصنا الملحه، الثومه، الهريسه، معدنوس، عصير الحامض، زيت المائده، فلفله حمراء وبابريكا. انا هذه معجون في الفلفل الاحمر انا محضره في المنزل. دابا نخلي لكم الرابط. كمون، خرقوم بلدي، والبزار. زيت زيتون، لا زيت زيتون غيبقى عندي من الوصفه الاخرى. اذا هادو هما العناصر اللي خاصنا. شوفوا الطريقه، نوضع المقلاة على النار، غنقص العافيه تكون نار مهيله. ديجا 2 معالق زيت، ثوم، زور معدنوس، هريسة، معجون الفلفل الأحمر ولا تحميرة أو بابريكا، كمون، خرقوم بلدي، بزار، ملح، وغنضيف عصير حامض. غنخلطو هاد العناصر، كما قلنا العافية تكون مهيبة. ومن بعد غنوضعو فيها بطاطس تشرب، خلوها تشرب فيها حتى الحين التقديم. دابا بين ما خلطنا جميع العناصر، دابا غندير فيها بطاطا. بشوية باش ما تهرش ليا، ونخليها تشرب الشرمولة ديالها. انا طفيت عليها. اذا بعد ما حضرت الوصفة، اذا قدمتها بهذا الشكل، اذا عندي قطع ديك رومي مرفوقة بالخضر اللي شرملت، ودرت في الوسط درت صلصة شامبينيون. يمكن لنا هي هاد صلصة شامبينيون غنديروها مع الدجاج او مع الديك رومي، اذا كنديروها فوق منه هكا بهذه الطريقة. وناكلوها بالصحة والراحة. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم، تنولي رضاكم. إلى عجبتكم ضغطوا على لايك، شاركوا في القناة، وشاركوها مع الأصدقاء والمعارف ديالكم. شكرا.